السلام عليكم. الدرس الثاني من مرحلة 3 للتعلم على برامج الـ RGS بثلاثة مراحل. راح نتعرف في هذا الدرس على طرق إنشاء Network Dataset لعمل تحليلات مجموعة بيانات الشبكة، وما المقصود في هذا النوع من أنواع التحليل داخل برامج الـ RGS. في البداية، تعتبر الشبكات مجموعة من الخطوط المتصلة ببعضها، بعطينا مسارات واتجاهات بين المواقع الجغرافية. في عنا نوعين من هاي المجموعة الشبكية. في عنا النوع الأول طبيعي مثل مسارات شبكات مياه الأنهار، والنوع الثاني التي تأتي من صنع الإنسان مثل الطرق بجميع أنواعها وشبكات الخطوط الجوية على سبيل المثال. من أهم استخدامات تحليل بيانات المجموعة الشبكية في بيئة نظم المعلومات الجغرافية، وخاصة في داخل برامج الـ RGS، في عنا تحديد أفضل مسار بين الشبكات، وتحديد أفضل موقع لإنشاء مرافق وأماكن الخدمات، بالإضافة لتحديد أقرب خدمة من نقطة معينة، واختيار أفضل الطرق التي يجب أن تسلكها السيارات مثلا وفي حال وجود طرق مغلقة يتم اختيار الطريق البديل. أيضا يمكننا إنشاء خريطة للوصول إلى أماكن معينة في مدة زمنية مثلا 10 دقائق مثلا، بالإضافة لإنشاء منطقة للتعبير عن مسافة عن موقع خدمة، أو إنشاء مجموعة من المناطق للتعبير على نفس هاي المسافة. طبعا أنواع التحليلات مجموعة بيانات الشبكة الموجودة داخل برنامج الـ ArcGIS، في عنا هدول مجموعة من التحليلات. إحنا راح يتم الشرح أو التعرف على أول نوع من التحليلات اللي هو إنشاء طريق جديد. طبعا برامج الـ RGS قوية جدا في تحليل الشبكات، خاصة شبكات الطرق، لذلك سيتم الشرح العملي من خلال برنامج الـ ArcMap لشرح هذا التحليل وكيف يتم إنتاجه واستخدامه. ما يلزمنا من بيانات لإنشاء مجموعة بيانات الشبكة لتحليل شبكة الطرق؟ أول شيء لازم يكون في عنا طبقة خطية للشوارع. عنا مثلا نغلق هذول الطبقات. عنا طبقة الشوارع كيف تم رسمها؟ من خلال خرائط الأساس البيس ماب. طبعا أنا قمت بإضافة البيس ماب. نعمل add data، قمت باختيار الشوارع، هذه الخارطة، نعمل على add، بتظهر عنا بهذا الشكل. يكون هيك يتم تفعيل البيس ماب. وبالطريقة العادية ديجيتايزنج قمت برسم الشوارع وإدخال البيانات عليها. طبعا في نقطة مهمة جدا جدا في رسم الشوارع، لو قمنا بفتح الإيديت على الشارع بنلاحظ إحنا إنه الشوارع اللي بتحمل بنفس الاسم على الجدول، مثلا لو عملنا سيلكت هون سيلكت الأتريبيوت الاسم واحد، لكن هذا الشارع بتكون من جزئين، هاي الجزء الأول هاي الجزء الثاني. ليش صار جزئين؟ لانه في مفرق، معناته وين في مفرق بنوقف رسم. بمعنى لو شغلنا البيس ماب بدي ارسم انا الشارع هاد اللي اسمه الشقرة، باجي من المفرق ناخذ نقطة البداية بوقف على اقرب مفرق، بعديها باخذ بكمل كمان من محل ما وقفت لعند المفرق الثاني وبوقف بهاي الطريقة، وين في مفرق بوقف في الرسم. هاي نقطة مهمة جدا في رسم الشوارع، انه يجب انه يكون وين في مفرق او تقاطع طرق بنوقف رسم الشارع، لكن من خلال جدول البيانات نعرف انه هذا الشارع نفس الاسم، اي نفس الاسم خليل الرحمن. البيانات طبعا زي اسم الشارع وزي تحديد اتجاه الشارع. تحديد اتجاه الشارع يعني اذا كان نفس الرسم نعطيه حرف F، واذا كان عكس الرسم نعطيه T. كيف يعني؟ افعل الاديت على طبقة الشوارع واقوم برسم شارع، مثلا هاي نقطة البداية وهي نقطة النهاية مع الرسم، بمعنى انه اذا كان الاتجاه من هاي المنطقة لهاي المنطقة، إذا كان نفس اتجاه الرسم نعطيه حرف F، أما إذا كان الشارع عكسه يعني الشارع في الواقع ببلش من هون بنتهي من هون نعطيه حرف T.
مثلا هذا الشارع معمول له تحديد او سيلكت محطوط عليه تي، يعني عكس الرسم الموجود على الارك ماب. يعني الشارع في الارض الواقع بيبدأ من هون بنتي من هون الشارع، يعني السيارة لما بدها تمشي بتمشي من هاي النقطة لهاي النقطة فقط، ما بزبط عكس، يعني اتجاه واحد. أما مثلا الشارع اللي جنبه معطيه أف، يعني نفس اتجاه الشارع من هاي النقطة لهاي النقطة. أما الشوارع ذات الاتجاهين نتركها نل فاضي، يعني هذا الشارع بظبط على الاتجاهين. مثلا عندنا هذا الشارع محطوط حرف تي. شو المقصود بالحرف تي؟ يعني كما ذكرت انه الاتجاه السير بده يكون عكس ما هو مرسوم على الارك جي اس. لو عملت edit vertex هاي نهاية الشارع، ببلش من هون بنتي من هون حسب الرسم، لكن في الواقع فقط من اتجاه من هاي النقطة لهاي النقطة. أما بالنسبة لطول الشارع، طبعا طول الشارع بيتم احتسابه من البرنامج تلقائيا، وتم شرح كيف احنا بنقدر نعمل طول الشارع. مثلا عندنا حقل معين نقدر نعمل رايت كليك وكالكوليت جيومتري، نختار اللينك، نختار هذا الخيار بعطينا طول الشارع. هاي نعمل اوكي، هاي الطول. طبعا انا موجود عندي حقل طول الشارع، نعمل تراجع. تمام. اما بالنسبة للزمن، الزمن اللي يعني الوقت المستغرق لسير السيارة في هذا الشارع، طبعا الوقت المستغرق بده يكون في الدقائق. طبعا اوقات الزمن اللي تم ادخالها على هاي الطبقة الطرق لا تمثل الواقع، فقط في هدف التعلم انا حطيت هذه الاوقات او هذا الزمن. طبعا كيف بدي اقوم بانشاء مجموعة بيانات الشبكة؟ في عندنا موجود في هذا المقال الطريقة مصورة، لكن سيتم شرحها بطريقة عملية. نغلق ستوب اديت، نعمل يس. تمام. نروح على الكتالوج، على يجب ان تكون طبقة الشوارع داخل مجموعة البيانات الداتا سيت الموجودة داخل قاعدة البيانات. نروح على الداتا سيت، بنعمل رايت كليك ونيو نتورك داتا سيت. بهاي الواجهة نقوم بإنشاء اسم لتحليل الشبكة. هون طبعا احنا نختار النسخة، نعمل نيكست، نختار الطبقة اللي احنا نقوم في تحليلها. طبعا احنا في هاي الفيديو فقط نقوم على الشوارع. في هذا الخيار الأفضل نختار نو، وضع افتراضي. في هاي الواجهة طبعا الوضع الافتراضي end point، انه من وين نبلش التحليل، من نهاية النقطة، فاحنا بنتركه كما هو الوضع الافتراضي. في هاي الواجهة ايضا نختار none، نعمل next. هاي الواجهة بيتم تعريف البرنامج، او بيتم انه البرنامج بيتعرف على الاوزان والمعايير الموجودة حسب الاتريبيوت تيبل. في عنا البرنامج تعرف على المسافة الطول، وتعرف على الوان واي. لو الوان واي يعني اتجاه واحد او اتجاهين، نقدر نعمل دبل كليك عليها مثلا على التعبير المعين. هاي بنلاحظ احنا عنا كيف التعبير التي والاف. تمام. نعمل كانسل، نضيف الزمن. البرنامج ما تعرف على الزمن، فاحنا نقوم بإضافة الزمن. نعمل اد، نختار هون تايم، نختار هون نخليها زي ما هي التكلفة، الوحدة اللي هي منت يعني دقائق، والباقي كله ديفولت بنخليه. بنعمل اوكي. مدام ما اعطانا ايرور هون او علامة تعجب، معناته تعرف البرنامج كل شي تمام على الزمن. دبل كليك، كل شيء تمام، ما في عندنا ولا اي خطأ. نعمل next.
هاي الواجهة افتراضية، خليها زي ما هي، ما بدنا نعبي اشي. في هاي الواجهة الاتجاهات ضروري نعبي الاتجاهات، نكبس على المربع اللي هون. طبعا انا في المقال راح يكون رابط هذا المقال موجود في وصف الفيديو. لو رحنا على الدايركشن الاتجاهات، هاي الاتجاهات المعايير او الاعدادات الصحيحة، نختار نتأكد من هاي الاعدادات انها 100%. بنروح على اول خيار، نختار متر، هون الطول، حقل الطول تمام، والوقت برضو تايم، والاسم اسم الشارع. بعدها بنعمل نيكست. طبعا هذا بخص الفهرسة، هاي موجود عندنا هون، انه اذا كنت بتفعيل الفهرسة فبصير في عندنا تسريع للانشاء منطقة الخدمة. طبعا لتحليلات متقدمة أكثر من تحليل الشوارع، الأفضل أن نختار خيار الفهرسة. أما إذا بدنا نعمل بس قياس أقصر مسافة، نقدر أنه ما نعمل هذا الخيار، خليه مفعل. بعدها نيكست. هذا بيجي عندنا واجهة الملخص، نقدر إحنا نراجع كل إشي عملناه. بعدها فينيش، بقوم بإنشاء مجموعة بيانات الشبكة. نعطيه يس. بدنا نضيف هاي الداتا أو البيانات، هيقوم بإضافتها. طبعا هاي طبقة الرود هي نفسها هاي الرود، بس هون أنا عامل سيمبل معين. هاي على السيمبل نختار السهم من البداية حتى النهاية، نعمل أوكي. هنعمل ريموف لأن هاي الطبقة هي نفسها هاي الطبقة، تمام. هذا خليه فوق. إذا إحنا اتبعنا هاي الخطوات اللي تم شرحها من بداية الدرس أو في بداية هذا الفيديو، بنوصل لهذا التحليل. إذا كيف إحنا نقوم بقياس أقصر مسافة مع أخذ بالاعتبار اتجاه الشوارع؟ نقوم بإضافة شريط الخاص في النتورك. نعمل أول، طبعا دول أنواع التحليلات تم شرحهم في بداية الفيديو. أول تحليل اللي هو طريق جديد، نكبس نيو، بيجي عندنا هاي الطبقة. من خلال هذا الشريط نختار على إضافة نقطة، يعني أنا موجود في هاي المنطقة تمام، وبدي أروح على المنطقة الموجودة عندنا هون. بعدها بنحكي له حل أو سولف. هاي اللون الأخضر، هات نغير اللون، خليه لون أحمر. هذا اللون الأحمر هي الطريق اللي احنا لازم نسلكها عشان نوصل للنقطة رقم 2. لو قمنا بقياس المسافة مثلا في العين، مبين عندنا المنطقة اللي هون أسرع بدل ما نروح على منطقة أبعد، لكن إذا قسناها منطقة من هون، هاي المنطقة مبين عليها إنها أقرب، طلعت المسافة 490 متر. لكن نعمل رايت كليك وبن اتربيوت تيبل، الخط الأحمر 824 متر. ليش أعطانا هذا الطريق الأفضل؟ لأنه هذا الشارع ممنوع الواحد يمشي من هاي المنطقة لهاي المنطقة، هذا فقط اتجاه واحد. لو عملنا سيلكت لهذا الشارع، هاي اوبن اتريبيوت تابل، بنلاقي الحرف عندنا هون تي، يعني عكس الرسم. مثلا اذا احنا قمنا بتغيير اتجاه هذا الشارع، نقدر احنا نعمل ستارت اديت، نعمل هون بدل تي اف خليه، نعمل ستوب اديت. بعدها لما نغير داتا جوا هاي الشبكة، نقدر احنا نعمل رايت كليك، نعمل بناء من اول جديد، لانه احنا قمنا بتغيير داتا جديدة، تمام. هاي صار في عندنا اتجاه تاني. طبعا هذا الشارع ون واي، ما بزبط نمرك من عنده، فاعطانا طريق اخر.
ناخذ تحليل اخر، نقدر نلغي هذا التحليل، نعمل رايت كليك ريموف او نمحي النقطه رقم 1 والنقطه رقم 2 اي ريموف، نعمل نيو روت جديد تمام. بعدها بنيجي نختار نقطه انا موجود مثلا في هاي المنطقه وبدي اروح اوصل لهاي المنطقه، نعمل سولف، اعطاني هذا اقصر طريق. خلينا نغير اللون، خليه لون احمر تمام. هسا لنفرض انه هذا الشارع مغلق اعمال صيانة، او مثلا صار في حادث سير وهون هذا الشارع تغير. من خلال هاي الايقونة بنضغط عليها، بنروح على هذا الخيار، نعمل عليه سيلكت، بعدها بنكبس على نفس الايقونة الاولى، نختار هاي المنطقة. خلينا نغير بس اللون الاحمر لانه صار لون العائق او الحاجز احمر، خليه لون اخضر تمام. نعمل سولف، ايوه غير الاتجاه، انه هون صار في عنا حادث سير فما بنقدر نمرق على هذا الشارع. اما بالنسبة لمعيار الزمن ونعمل تقرير كيف احنا الشارع اللي راح نسلكه، مثلا ناخذ كمان تيست، انا موجود في هاي المنطقة، بدور على هاي المنطقة، هاي نعمل سولف، نختار اللون الاحمر، في عنا هذا الخيار دايركشن اللي هي الاتجاهات، بعطينا التقرير احنا موجودين في النقطة رقم 1، نسلك الشارع اللي اسمه خير الدين مثلا، بيستغرق 1 منت، بعطينا الملخص كاملة. يعني انا بهاي النقطة لهاي النقطة انا بدي 11 دقيقة، والمساحة او المسافة عفوا 687 متر. هذا تقرير لهذا التحليل. طبعا في ادوات كثير واعدادات كثيرة احنا راح نتطرق لها في المستقبل ان شاء الله. بتمنى انه وصلت الفكرة كيف نقوم بادخال الداتا وبناء الداتا وانشاء هاي التحليل، وان شاء الله في الايام القادمة راح يتم شرح باقي التحليلات. وشكرا على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.